تشهد معارض أهلا رمضان بمدن ومراكز محافظة الغربية توافد الكثير من المواطنين لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار ما تقوم به الدولة من إجراءات هدفها توفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأشار محافظ الغربية طارق رحمي إلى تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والأساسية في الأسواق والتصدي للاحتكار بالتوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع ونشر الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، موجها رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجاً. عندنا هنا تخفيضات جامده وخصومات جميله جدا، وفي اجبار على المنتجات وعلى السلع الغذائيه بشكل محترم جدا. كل حاجه متوفره، الرئيس هنا موفرها لنا، موفر لنا هنا في المعرض اللحوم المثلجه والكبده والحاجات المثلجه هنا، والمعرض برده في لحمه هنا ب 170 جنيه وبره بنجيبها ب 220 جنيه. الزيت اللي بره ب 40 ب 50 وب 60 65، هنا اقل بكتير قوي، اقل كمان 20 15 كده. السمنه برضو بره غاليه، هنا رخيصه جدا. الاسعار بره غاليه جدا، يعني هنا الحمد لله الاسعار كويسه قوي. منتج كويس، جوده كويسه، وفي مرور عليهم كل شويه، في رقابه عليهم كل شويه.